السلام عليكم. النهارده انا واختي عاملين تحدي بيني وبينها، مين اللي هيرسم احسن من التاني. اكيد يعني هي هتكسب، بس يلا. عملت ايه؟ تكريم عليا يعني؟ لا مش بكرم عليك. لا لا لا، على اساس ما بعرفش ارسم. يلا خلاص. كده خلصنا الرسمتين يعني. ها بيتهيألي بداية السنة ده أحلى. أنا ما بعرفش أرسم تقريبا. سيبوا بقى قولوا رأيكم مين أحلى. يلا يعني السلام عليكم.